والله يا أخي شوف، العقار الرياض مر بعدة مراحل. بالنسبة أنا أتكلم عن الرياض، عدة مراحل في الغلاء ثم الهبوط، الغلاء ثم الهبوط. أنا اللي في الرياض حوالي 50 سنة، مر بحوالي 4 مراحل، يرتفع ثم ينخفض، يرتفع ثم ينخفض. السنوات الأخيرة من 1430 وجاي في تصاعد مستمر بشكل غير طبيعي. صراحة أنت جيت على الجرح، لأن فعلا أسعار العقار يبيلها إعادة نظر. أنا أرى أنها مبالغ فيها، بس ما نعرف إيش السبب. كان لي قبل فترة يعني جولة على العقارات عندنا هنا أو مكاتب العقار، أبحث عن سكن لي أنا ولأولادي، لقيت أن أسعارها غير مبرر فيها، يعني ما أدري إيش السبب الارتفاع. سألت واحد من العقاريين، قلت إيش السبب؟ قال لي قلة المعروض وكثرة الطلب. هو حاليا تعتبر مرتفعة جدا، خصوصا يعني الأسعار الشقق مبالغ فيها، وصلت تقريبا أسعار البيوت يعني حاليا.